وحول ارتفاع الدولار ينضم معنا الخبير في إدارة الأزمات المالية السيد علي جبار. مرحبا بك سيد علي. أسباب ارتفاع الدولار تكمن في تخوف التجار والمستوردين من الدخول في المنصة الإلكترونية الخاصة بالتحويلات المالية، هل هذا الأمر صحيح وكيف؟ تفضل. بدءاً ما يحصل الآن من الارتفاع الغير مبرمج أو غير مسيطر عليه حتى، أنه في قيمة سعر الدولار أو الدينار، هي عملية، هي جريمة اقتصادية وليست لسبب اقتصادي. وهنا خلل بنيوي تسبب في سياسة البنك المركزي النقدية في السابق في كيفية ضخ الدولار إلى الأسواق المحلية عبر مصارف أهلية، تسببت في هذا النوع من المشكلة. وجنابك في سؤالك شخصت الموضوع بشكل دقيق جدا حينما ذكرتي أنه التخوف من التجار الذهاب إلى المنصة لعدة أسباب، ليست فقط للبيانات المالية الغير شفافة اللي ممكن تمتلك هذا التجار، لكن أيضا البيروقراطية الصعبة اللي يعني تفرضها البنك المركزي وأيضا المصارف الحكومية في عملية التحويلات المالية. وجزء من الحل لهذه المشكلة أو الجريمة الاقتصادية، بالإضافة إلى ما تقوم به الحكومة من متابعة هذا الموضوع كجريمة اقتصادية، يجب أن يكون هناك حلول نقدية واقتصادية وإدارية، منها تيسير وتسهيل عملية التحويلات المالية للتجار الصغار والكبار وبكل مستوياتهم، اللي ممكن يتيح إلى الأفراد والمجموعات والشركات في عملية التحويلات المالية تكون أسهل وبامتثال دولي لكل التعليمات اللي يفرضها البنك الفيدرالي أو الخزانة أو غيرها. فواحدة من المفاتيح الأساس لحل هذا النوع من المشاكل هي مسألة تبسيط وتيسير عملية التحويلات المالية اللي تفرضها البنك المركزي والبنوك الأخرى. نعم. طيب سيد علي، يعني تهرب بعض التجار من اللجوء إلى المنصة الإلكترونية بسبب الكشف عن قاعدة بياناتهم الخاصة اللي تخضع للامتثال الدولي، لابد من وجود مرونة للتطبيق على هذا الإجراء بشكل متسلسل، أنت كيف ترى ذلك؟ هناك جانبين، هناك جانب التجار الحقيقيين اللي ممكن نتكلم عنهم، ومعظمهم يعني التجار اللي ممكن يمتلكون حتى حسابات مصرفية خارج العراق مع بنوك أجنبية، فبالتالي من الممكن أنه تصنيف هؤلاء التجار والتعامل معهم أو السماح لهم بشكل أسرع في هذه العملية. الجانب الآخر هي المتاجرة الغير منضبطة، بمعنى أنه هناك بعض الصرفات ومكاتب المصارف الأهلية بمكالمة تليفونية ممكن يحول مبالغ كبيرة جدا يستفاد من نسبة العمولات والتهرب الضريبي وغيرها. فبالتالي هذا ما يجب التركيز عليه من قبل البنك المركزي وأيضا الحكومة في الحد من عملية تهريب الأموال بدون المراقبة المالية. فبالتالي التاجر اللي يتاجر بشكل يعني رصين وملتزم، المفروض ما المفروض يتخوف من عملية التحويلات المالية اللي تطلب كل البيانات، لكن المشكلة الأكبر أنه كيفية إعداد هذه البيانات للتجار وأيضا الشركات والأفراد بشكل أنه ممكن تنظمها أو ينظمها البنك المركزي وأيضا المصارف الأخرى. هو هذا الإشكال، أنه إحنا عندنا قاعدة البيانات فيها خلل، التواصل مع الدول العالم وعملية يعني استخدام أو الاستبيان عن أي اسم بشكل سريع، هذه أيضا مشكلة. عملية أنه فرض عملية التحويلات المالية مقابل الاستيراد والبضاعة ومتابعتها، هذه مشكلة. يعني كل يدرك في السابق كانت هناك يعني أموال تهرب من العراق بطريقة تبيض الأموال عن طريق استيراد، وهي لم تستورد أي شيء، أو ممكن يكون عبارة عن يعني فواتير وهمية وغيرها. هذا هو الإشكال، الحد من هذا الموضوع، بمعنى أنه البنك المركزي يحتاج أن يحدث أسلوب إدارته بشكل أفضل تتلائم مع ما يتعامل به التاجر بالعالم. نعم سيد علي، يعني هنالك ضغوطات من الفيدرالي والخزانة الأمريكية على حكومة السودان لتطوير النظام المصرفي بالعراق لكي يتماشى مع النظم العالمية وعدم التعامل بالأوراق النقدية، هل تعتقد أن الحكومة قادرة اليوم على خلق نظام مصرفي حديث؟ هذه واحدة من المشاكل البنيوية ومن المشاكل يعني ما ورثتها الحكومة الحالية من الإدارة السيئة للحكومات السابقة، بمعنى أنه واحدة من يعني من الغريب أن المصارف الآلية لا تتعامل بمنظومة مصرفية مثل ما تتعامل به
أقرب الدول لنا أو بالعالم كله، بمعنى أنه إذا كان السؤال هل ممكن البنك المركزي والبنوك الأخرى أنه ممكن تطبق عمل المنظومات الدولية بشكل سليم؟ نعم، لكن هذا سيحتاج جهد أولاً مخلص بأدائها، وأيضاً أنه يجب أن يكون سريع وحازم في عملية أنه يعني استخدام هذه النوع من التكنولوجيا أو هذه الأنظمة أنه ممكن يتم التعامل بها. جدير بالذكر أنه هناك مشكلة أيضاً في عملية ربط التعاملات المصرفية بين يعني حتى مع بعضها، يعني ما يخفى على الكثيرين إذا عندك حساب مصرفي بمنطقة معينة من بغداد وتروح لمنطقة أخرى ستواجه مشكلة أنه ممكن في إجراء مالي من لحسابك اللي بنفس المصرف لكن بفرع آخر. هذه واحدة من الإشكالات اللي هي التخلف في النظام المصرفي بالعراق اللي يحتاج أنه ممكن يرتقي بأداء لمستوى أفضل مما هو عليه. طيب حسب معلوماتك سيد علي، ما المحاور التي لم تكشف في ختام لقاءات الوفد العراقي في واشنطن؟ يعني بحسب ما ذكر وأعلن عنه بواشنطن أيضا أنه هناك جملة من الإجراءات كان المفروض يعني الجانب العراقي يلتزم بها ليست من هذه الفترة. الجانب الأمريكي يدرك أنه هذه الحكومة ورثت هذه المشاكل من الحكومات السابقة، بمعنى أنه كان هناك كثير من الإنذارات وكثير من التقارير التي تشير إلى عملية تهريب الأموال، تبييض الأموال، الفساد، وتعاون بعض المصارف الأهلية في عملية تهريب والدولار بشكل غير رسمي. فبمعنى هذا الإرث أصبح خطير جدا، ووحدة من الإجراءات اللي ممكن أنه المفروض تتبع الآن يعني لم يعد مجال أكثر أنه ممكن السماح لهذا النوع من الفوضى. فلهذا نجد هذا النوع من ممكن نسميه عقدة، لكن ممكن أنه الموقف المحرج للحكومة أنه يجب التعامل معه. ستنجح الحكومة في حال أنه ممكن تفرض بدءا جانبين، الجانب السيطرة على هذا النوع من الجريمة الاقتصادية، والجانب الآخر هو تيسير عملية الحوالات المالية بشكل مبسط للتجار وممكن تضمنها بحركة أفضل مما مسابق. هذا سيتيح لها مجال أو مساحة أكبر في عملية التعامل إلى أن نوصل إلى منظومة ممكن ترتقي بالأداء المصرفي بالعراق. نعم، الخبير في إدارة الأزمات المالية سيد علي جبار كنت معنا، شكرا جزيلا لك.